قلب رجل لا واحد الحملات دي على طبعا، مجمعاتكم ولا الحملات على دي كله، على كل السلع، على كافه السلع الغذائيه. لان حضرتك عارفه ان احنا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم على الاسعار وارتفاع الاسعار طبعا. الحمد لله، طبعا الحمد لله في ضوء التوجيهات القاده السياسيه وطبعا ضخ العمله، عشان كان عندنا مشكله في العمله الدولاريه. الحمد لله دلوقتي ما فيش عندنا مشكله، بالعكس السعر يوميا بيتناقص. يمكن احنا وصلنا في بعض السلع ل 35% وممكن اكتر كمان. يعني عندنا الزيت كان في فتره رمضان، يمكن قبل رمضان كان وصل لتر ل 800 ملي 100 جنيه. حاليا دلوقتي في سوق منافس جدا جدا لجميع الشركات، لان انا عندي شركات كبيره جدا واسماء مختلفه، مش عايزه اذكر اسم عشان برضو ما يقولوش ان ده دعايه واعلان. انا عندي سعر زجاجه الزيت بيوصل ل 45 جنيه حضرتك. كان الاول دول ال 800 لتر بقى ب 45 جنيه؟ لا ال 750، 750 حضرتك وصل دلوقتي اقصى حاجه 65 جنيه لللتر وال 800 مللي. حضرتك في كان زيت الذره ب 100 جنيه ال 800 مللي، ما فيش لتر و 800 مللي، كان وصل ل 100 جنيه. دلوقتي حضرتك بتتكلمي في 65 جنيه لل 800 مللي زيت ذره. فحضرتك لما تشوفي الفرق السعر ده كبير جدا. ده على عهدتك موجود في المجمعات؟ طبعا طيب. وبالعكس كمان السوق الخارجي كمان بيبقى فيه منافسه كبيره جدا، والاسعار ابتدت تتناقص يوميا. يعني ممكن اقول لك السعر بتاع امس، يعني انا بالنسبه لي بكلمك في سعر امس 28، النهارده ممكن تلاقيه اقل كمان، بكره هتلاقيه اقل كمان. يعني لو اتكلمنا برضو على الدقيق، كان الدقيق وصل في فتره شهر رمضان المبارك كان وصل الطن ل 24 26 الف جنيه. دلوقتي حضرتك بتتكلمي في 14 الف جنيه للطن. فبص في تفاوت كبير جدا. ده ليه ما عملش بقى، معلش عشان دي برضو نقطه مهمه، وهي دي النقطه اللي انا بتكلم عليها، فكره الرقابه على المخابز. احنا بنتكلم ان المخابز ما زالت برضه تروحي المخبز ده تاخدي منه بسعر، وتروحي المخبز التاني تاخدي منه بسعر. فمهم ان احنا نقول للناس هو انتوا بتعملوا ايه، لان برضه المواطن في النهايه يعني معلش انا لما بروح اشتري عيش هيقول لي بجنيه، هيقول لي باتنين جنيه، ما انا هشتري وهمشي يعني. لكن الحقيقه ده بيبقى بيمثل ضغط على المواطن البسيط. شوف هقول لحضرتك، خصوصا في لعب كمان، يعني استكمالا لكلام فاتن، في لعب في الاوزان. يعني بقت دلوقتي بقت اللعبه الجديده في معظم المخابز ان هم يلعبوا في الوزن، يخلوه صغير، هو كش الرغيف 80 و70 جرام ونفس السعر مش عايز بجنيه. شوف اقول لحضرتك على حاجه، وزاره التموين والتجاره الداخليه الزمت اصحاب المخابز السياحيه واقرت في توجيه وزاري رقم 15 سعرين، سعر ال 80 جرام بجنيه ونص، ال 40 جرام ب 75 قرش. في طبعا سعر الكايزر اللي هو ال 20 جرام ده ب 50 قرش، اللي هو اللي بيستعمله المطاعم والمحلات عشان